سلام البنات، سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. واخيرا درت فيديو، واخيرا غادي نبان لكم مور هاد المده هادي كامله ومور هاد الغيبه الطويله. انا عارفه وكنعتذر، ديما كنقول لكم انني مقصره حقكم، لكن الحمد لله دابا من الان فصعيده مجد الله سبحانه وتعالى وقحت لكم فيديوهات مستمره. شفتوا تبدلت الكوزينه وماشي هي دي الكوزينه ديالي، المهم تبدل يعني الدار، بدلنا الدار، لقينا الدار الحمد لله. دابا حنا صافي رحلنا لها. صراحه الرحيل جانا شويه صعيب ولا جانا بزاف صعيب، لكن بجد الله سبحانه وتعالى كلشي دار. ماشي قشلي هو ثقيل، لكن دوك الدقائق هما فاش كتحصل، دوك الدقائق هما فاش كتحصل. خصوصا انا واحد الكارثه اللي درتها لي انني شريت بزاف ديال المعان، بزاف ديال المعان، بزاف الكيسان، بزاف ديال الطباسل، بزاف ديال المعارق، بزاف ديال وهذا اللي خلاني ان يعني الثقيل تقل جا صعيب على فهد انه يهزو. لكن الحمد لله بوحديتو هز الرحيل، ويعني صافي بوحديتو رحل كلشي. ودابا حنا متعصط علينا في الدار، وما مدوش على الكوزينه، راه باقي عندي الكرتونات هنايا، يعني باقي عاد تنجبد العطريه باش نحطها في بلاصتها، باقي عاد تنهز الكيسان باش نرصيهم يدي بوحدي. وباقي كل حاجه واحد الحاجه البنات هو ان ما عمري صراحه عرفت بحق الرحيل حتى رحلت، لان اول مره في حياتي غادي تكون هذه اول مره في حياتي رحلت جربت شي حاجه سميتها الرحيل. ما نكذبش عليكم، الا لاحظتوا في البشره ديالي غتلقاو واحد التغير فيها. المهم من الان فصاعده غادي نبدا بداك العنايه اللي كنت كنعتني بها، لي ماسك، غنوريكم بزاف ديال الحوايج اللي غادي تحيدوا داك السميرار ديال البشره اللي كيتكون يعني السبب ديالو هو الشمس. ما ديروش الغلط اللي درتيه البنات، كاينه الشمس وانا ما كنتش يعني في ديك الوقيته اللي كنقلب على الدار وكنرحل اوميم طون، فكانت هذيك الوقيته ما كندير لا واقي الشمس لا حتى شي حاجه. يعني كنخرج بالبشره ديالي هكاياك، وهذا الشيء تسبب في واحد الاسمرار والتعب بان ليا في لي سيرم ديالي لواحد الدرجه لا توصف. البنات عمرني ما شفت لي سيرم ديالي وصلوا لهاد لا كولور اللي هما دابا فيه. فالمهم غادي نرجع للعنايه ديالي بالبشره ديالي كيف كنت بلي برودوي بلي ماسك الى اخره. المهم غادي نشارك معكم ان شاء الله كل شيء. المهم دابا تانصاليت في الدار، على تاك لي فيديو، على تاك الخدمه ان شاء الله. ف يعني ما غاديش نبقى نغبر عليكم كيف ما العاده. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، واحد المنظر غزال 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 بزاف البنات من الكوزين المعن، ومن طون تفرج في الطبيعه. كاين شي منظر صراحه كحسن منها هكا ما كاينش والله العظيم. مزيان من بعد ان شاء الله غادي نشارك معكم الدار. صراحه دخلنا لها باقي فيها شي اصلاحات غادي نديرهم فيها، يعني اصلاحات اللي كنت ديجا هضرت لكم عليها في الفيديو اللي قبل، يعني اننا غادي نصبغوها، اننا غادي نلصقوا هذاك هو ماشي جير فليكس. ما راح حتى شي واحد في هضرتي لان اللي غلط هذاك ماشي جير فليكس. جير فليكس كيكون بحال شي بابكيه، بحال شي قومه يعني، وتيلصق في الارض، لكن هو داير بحال الباركي، يعني الملمس ديالو خشب، ومن تحت هو البي في سي، كتبين عليه بي في سي. المهم ما عرفتش شنو كتعني، ما عرفتش شنو هو صراحه، لانني اول مره نعرفه. كنت كنعرف جير فليكس، كنعرف الباركي، هذا ما كنتش كنعرفه. وبزاف ديال البنات نيت نصحتهم بهم وشكرني في الكومونتير. الثمن ديالو ماشي غالي. المهم يعني بزاف ديال الاصلاحات كيف ما قلت لكم غادي يداروا في الدار، فغادي نشاركها معكم من بعد داكشي بالديتاي. مازال الموبل ما جاش لانني كاع داكشي اللي شريته وريتكم في الفيديو، ف باقي له ان شاء الله شهر عاد باش غادي يوصل بجهد الله سبحانه وتعالى. بالنسبه ليوما هذا هو الفيديو اللي بغيت ندير لكم، يعني نقول لكم انني رحلت ونعلمكم بالرحيل ديالي. المهم بشويه بشويه باش غادي نقلب بزاف ديال الحوايج، لكن بصح ما غاديش نبقى نغبر عليكم، عارفه بلي كتوحشوني. دابا ان شاء الله المهم حاولت اني نرسي شي حوايج باش ان الدار ما فيهاش الماء، ما جايبين معنا لا ما لا والو. المهم باش ناكلو خاصنا ضروري نخرج دابا نمشي نجيب ما ناكلو. المهم ليدل ما بعيدش عليا بزاف، غادي نخرج دابا ليدل. ليدل قدامي، ودابا ندي الكاميرا تشوفوا ليدل قدامي ما بعيدش عليا كاع، خرجت من الدار ودرت غادي نلقى ليدل، فغادي نخرج دابا نتقدا ان شاء الله، نجيب الماء، نجيب ما ناكلو الى اخره. المهم بعدا نتقدا غير التقضيه ديال اليوم، ما غاديش نتقدا التقضيه ديال السيمانه لانني ما نقدرش. اول حاجه يعني كنشري غير اللي نقدر نهزو نقدر نطلعو للدار. ثاني حاجه ما غاديش نشري يعني التقضيه ديال السيمانه كامله، غنشري فقط يعني التقضيه اللي غادي ناكلو اليوم وصافي. ونخليكم معايا واحد الحاجه اللي بغيت نشاركها معكم البنات، هو الانترنت. الانترنت جابوه صراحه، سيرفيس اللي كنت قلت لكم وشكرتو، سيرفيس اللي هو بزربه 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 24 ساعه جابوا لنا الانترنت لهاد الدار ودخلوه وكل شيء. بالنسبه للبنات اللي كنصحوني بماس موفي، نصحوني بمهم جاستيل، بزاف ديال تيلي كومباني، كنبغي نقول لكم ان الانترنت انا بالنسبه ليا راه ماشي، يعني انا في المغرب كانت عندي غير 4 جيجا الانترنت ديال الاتصالات، راه فيه غير 4 جيجا.
ديك 4 جيجا كانت كونيكتا بها انا والدرب والدار وكلشي مزيان. هادشي يامات ما كانش عندي الوي فاي, يعني يامات ما كانش عندي اليوتيوب, ف يعني ما كنتش كنحتاج بصفه نهائيه الكونيكسيون بزاف. نهار درت اليوتيوب فهمت ان 4 جيجا ما غدوزليش فيديو فيه 15 دقيقه ولا 17 دقيقه ولا 30 دقيقه. قلت لكم البنات هو ضروري ان الكونيكسيون تكون جوده عاليه وتكون لي جيجا طالعين باش الفيديو يتحط ويتحط بسرعه ما يمحنيش, ما يقلش ليش نص نهار, ما يعذبنيش, لان بركه غير العذاب ديال التصوير ديال المونتاج, فما كاينلاش بنادم يبقى يعني متقل بداك ديك الانترنت اللي كتكون ثقيله. فانا درت هذه ديال يويغو, جربتها هي درتي يعني بتجربي, ما حطيت لها فيديو لا والو. كان عندي واحد الفيديو في الخزينه اللي هو مونطي وكلشي, حطيته في يوتيوب بحال هكايا وبقيت كنتسناه. الفقصه شخصيا المهم انا غادي نهضر على البنات اللي دايرين يوتيوب, اللي كنتي دايره, الا كنتي دايره يوتيوب ولا كنتي ناويه غديري يوتيوب وكانت عندك هذه الكونيكسيون, فما تعتمديش عليها انها يعني تكون عندك قناه وديريها. الا كنتي باغا ديريها غير باش تفرجي الله يسخر, باش تفرجي فيديوهات غتفرجي, باش تكونيكتي غتكونيكتي, باش 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 باش, باش. هادشي كله مزيان. ها هو البنات اللي قلت لكم عليه, صراحه غادي نبدلو حيت ما عجبنيش. شوفوا البنات النعناع اللي زرع فهاد, قلت هاد النعناع ما فيهش النبت حتى فاش زرعوا يعني بس ما بقاش هنا كاع كاين, ودابا فاش رجعنا كب واحد القرعه ديال ما بقى فيها نص كبه ويطلع هاد النعناع ما فيهش النبت طلع بوحديته. المهم على المنظر ها هو كطلع ليه البالكون, صراحه ما عنديش بالكون واحد, عندي جوج بالكونات يعني الدار كامله, عندي دوري يعني دوري وتخرجي يعني من جهه اخرى. هادشي اللي كاين, هذا هو الطراس اللي كنت بغيت نوريكم البنات. شنو نقول لكم خر يعني الدار جات من فوسط المدينه, انا فوسط من المدينه يعني في حي اللي هو معروف راه فوسط من المدينه, بيان سو حسن من الحي اللي كنت انا فيه من قبل. وشنو بغيت نقول لكم خر, وجات او ميم طون كتحسي براسك في المدينه كيف ما قالت لي مول الدار, قالت لي كتحسي براسك في المدينه وماشي في المدينه. يعني انا فوسط من المدينه, مني للشارع, مني كاع داكشي من هاد الجهه للشارع, ولكن من هاد الجهه يعني كنشوف غير الطبيعه وتما كاين هي الفيلات وفيرمات. هاد البلاصه هادي كامله البنات اللي كنعت لكم بها في الديه كلها شجر ديال النقاص, ويعني كابر غير في الطريق, دوز وقطع النقاص وسير بحالك كابر غير في الطريق هذا كامل صراحه, واعره منظر من هنا زوين تم الهيره هو كيبان المنظر. المهم مني ما درتي كيبان لك المنظر كله طبيعي 100%, وما عليناش ما نهضروش بزاف على الطبيعه بلي بركه علينا من الطبيعه, ولكن انا الصراحه راك ديجا قلت لكم كنت باغي نسكن يعني في فيلاج يعني غير على الطبيعه, لكن الحمد لله ربي كتب لي دار في وسط المدينه ومنها للطبيعه. البنات المهم يلا خرجت دابا من الليل, كنت معايا هذه عمرتها كتجي ساهله في الهزه. المهم يلا دابا بدلت حوايج اللي طلعت من الليل وجد عشا خفيف ظريف. كنت حطيت واحد السؤال في انستغرام, البنات اللي عندهمش انستغرام ديالي خلي لكم هنايا, حطيت قلت للبنات اعتقوني شي عشا يكون خفيف ساهل بالزربه وبنين, المهم عطوني بزاف ديال الاقتراحات واغلبيه فيهم بطاطا وفيهم بالدنجال. ففي الاخير اختاريت انني ندير شي حاجه فيها بطاطا وشي حاجه فيها الدنجال, وعطوني حتى اقتراحات فيهم لي بات. المهم عطوني شي حاجه اقتراحات فيهم اللحم, لكن بزاف بعيد عليا اللي حدايا غير ليدل, فما بغيتش نبعد يعني على ليدل هذاك الشيء علاش ما درت شي حاجه فيها اللحم. وبشمش فن شوفوا ما شاء الله شكون اللوحه الغزالات. المهم بما ان فهد عيط لي وقال لي غادي تعطل في الخدمه, فقلت من الاحسن اني ما نوجدش العشاء على بكري هكا يبقى سخون ويبقى يعني في حتى داك المذاق ديالو. اول حاجه قلت لي نبدا بها عطر, فانا جبت معايا بطاطا من ليدل هكا باش نهربش لكم الكاميرا. فانا ما غاديش نسلقهم, غادي نحاول غير انني ندير لهم ديك بحال قلت غير غادي نشوكيهم بالصلب وغادي نحبسهم, لان من بعد غادي نحكا. فانا قررت انني ندير معقوده محكوكه, المهم غادي نوريكم الطريقه ديالها. غادي خصني حاجه وحده اللي هو قزبر المعدنوس, ما جبتهمش معايا نسيتو نسيت القزبر المعدنوس, المهم مره اخرى ان شاء الله ناخذهم. ولكن ممكن انكم ديروهم بها, ممكن ديروهم بلا بها, المهم انا غادي نديرهم بلا بها, ف دي باني وليا صافي. كما قلت لكم غادي نخليها تشوكا, وهنايا غادي ندير رد لي باتي طايبو, لانني غادي ندير طايبو. غادي تسولوني علاش غادي نرد لي باتي طايبو في برما وكسكاس, لان من الفوق البنات غادي نحط بحال هكا الكسكاس
وغادي نقطع هاد الدنجال البنات. احسن طريقه اللي كليت في حياتي ديال الدنجال، عرفتوا كيفاش غادي يجي؟ المهم خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش. هاد الدنجال غادي نحطها هنا، غادي يعني تطلع فيها غير ديك البوخه الاولى ديال لي باط اولا داك الماء اللي غادي يضرب فيها، فغادي نفورها مده ديال اش غنقول لكم 3 دقائق 4 دقائق هكاك، يعني مده ديال 4 دقائق فقط، 4 دقائق غادي نفورها فيهم. مور ما حيت لها هذا الشيء من الاحسن بلا تخليو لها هذا الرويس، هذا واخا يكون غير شويه، غادي تقسم عليها جوج دابا. كيف ما شفتوا البنات تقسمات على جوج هكا بالطول. شوفوا كي غادي ندير لها، يعني ما غاديش نبداها من الفوق، غنبداها من هنا وغادي نهبطها هكا يا شرائح. هذا بان لي شويه غليظ، نحاول انني تا هو نقسمو. بهذا الشكل هذا، حاولوا البنات انكم يعني تبعدوا الاطراف، يجيو بحال الصبيعات بحال هذا الشكل هذا، ونفس الشيء حتى الاخرى. البنات كيجيو على هذا الشكل هذا، المهم شدهم لهذا الراس اللي خلينا، وهكا كيجيو صبيعات. غادي نحطهم هكا يتفوروا. انا عندي الكسكاس صغير، ماشي مشكل، لان انا بغيت غير تطلع فيهم ديك الفوره الاولى. هكا انا في هذه الحكايه كتجي بحال هكا البنات، كملها وانا معكم. كتجي محكوكه في الفينو، غدرت له معلقه صغيره ديال البزار، وغادي نزيدو معلقه صغيره ديال الخرقوم، او انني نمرمد الدنجال في هاد الخلطه هذه. وقتكم البنات من الاحسن ان العافيه تكون بعافيه، يعني مجهده، باش هكا يتقلى لنا داك الدنجال وما يكونش غير مسهر. كيف ما كتشوفوا البنات غادي يدير يتقلى، مش غزال 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 بزاف. كنتمنى انكم تجربوه، لان الا جربتو غادي يعجبكم. ما تدوش عليا انا، عرفتوا راه المود ديال الصهد كيقطر بالعرق. شوفوا كي كيجي البنات، شوفوا التقرميشه كتسمعوا، عرفتي كيجي غزال غزال. شي حاجه اللي صعيبه كما قلت لكم، الماكله الزايده فهي كتقلب لي، يعني داكشي علاش كندير شي حاجه زايده. اللي كانت فرماج البنات اللي خديت قبلاني في الميدل، زوين بزاف بزاف بزاف، وكيذوب البنات والله هذا من واعر. بالنسبه للبنات لهاد البطاطا اللي كنكون غادي نكليوها، اول حاجه غادي نحتاجو اللي هي النشا، غادي نحتاجو البزار هكايا، الملحه، الثومه يابسه البنات، الفلفل الاحمر، زعما النشا، وغادي نزيدو جوج بيضات، جوج بيضات بحال هكا، بهذا الشكل هذا. البنات القزبر والمعدس انا قلت لكم بلي نسيتو، فانتوما ديروا القزبر والمعدس وديروهم بالزيت وبفرشيطة البنات، كتبسطوها بحال هذا الشكل هذا، ديروا كويرات هكا على هذا الشكل. ملي كتحسوا بهم انهم من تحت تجمعوا فكتبسطوهم. المهم هكا كتجي معقوده محكوكه كيف ما شفتوا، نجي نوريكم لكم اكثر. كتجي هشيشه ومقرمشه، ومن الداخل كتجي حبه
البنات وهكا كنكون ساليت لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون الاعجابكم دوسوا معايا النهار الاول في دار جديده. ان شاء الله فاش غادي يكونوا اصلاحات كيف ما طلبتم مني غادي نوريكم كل شيء، نوريكم الموبل اللي كنا ديجا اختارينا وبدلنا منه شي حوايج غنوريهم لكم حتى هما. فالمهم ما غاديش نعاود نخبر عليكم كيف ما كطلبوا مني ديما. ان شاء الله غادي نبقى نحط لكم يعني الفيديوهات معتدله يعني كل نهار ولا نهار هو نهار لا علاش ما يعني قديت وصافي ما غاديش نغبر. فتهلاو فراسكم من هنا الفيديو القادم كنتمنى نلقاكم بصحه وسلامه. مع السلامه.